البابا مؤخرا عم يقول العالم مشتاقة للسلام، مشتاقة تعيش السلام. ايه نحن كمان يعني حق معه، يعني هذه رسالة ملحة. حاليا انا رسالتي بين سوريا وبين لبنان، اكيد بدي احكي شوي عن الوضع اللي عم نعيشه نحن بهالأزمة بعد 10 سنين حرب، والشي اللي عشناه نحن اثناء الحرب اكيد اثر على كثير من شعبنا. الوضع هلا اللي عم نعيشه اصعب من وقت الحرب، والعالم كله للاسف انا اسمع جمله تقول نتمنى ترجع ايام الحرب، لانه كنا بوقت الحرب عم نقدر ناكل. هلا الوضع صاير اصعب، وكان في تعاون كثير حلو بالشغل مع عده جهات او جمعيات. هلا بسبب الدعم اللي عم نقدر نحصل عليه عم نقدر نوقف مع شعبنا. كانت الظروف منا سهلة بالنسبة لنا، وبعدين بلشنا بدعم من الجمعيات لنساعد العيال. أنا بفتخر أحكي عن شبيبة حلمت وحققت الحلم، كانت قادرة تسافر بس ما سافرت، لتكون علامة، علامة رجاء بعالم يمكن بلش يفقد الرجاء. وقت الإحصائيات بتقول إنه من أصل 560,000 عائلة مسيحية موجودة بسوريا بال 2010 بقي منهم أقل من 140 عائلة، معناتها نحن قدام مشكلة حقيقية. هذا الشيء اللي شافوه فريدي وسفير، وكانوا متأكدين إنه صار الوقت ليتحركوا ليقدروا يغيروا شيء من هالواقع الأليم. ومن هون بلشت فكرة الهوب سنتر. هالفكرة لتصير حقيقة على الأرض كنا بحاجة لدعم ورعاية، وبفضل مطرانيت اللاتين مراهبات يسوع ومريم اللي قدموا لنا رعاية روحية ودعم مطلق، انطلق الهوب سنتر بال 2018 بهدف ورؤية واحدة، وهي الحفاظ على الوجود المسيحي بهالبلد. كيف؟ عن طريق إنه ندعم ونخدم هالعائلات بكل فئات العمرية. ولهيك أحد أهم مشاريعنا هو برنامج المشاريع الصغيرة اللي بيهدف إنه نساعد العائلة اللي ما عادت رايدة تعتمد على المساعدات الإغاثية ورايدة تعتمد على نفسها وتستقل، عن طريق نقدم لها مشروع تقدر فيه تنطلق بحياتها العملية. لحد اليوم قدرنا نساعد حوالي 793 عائلة بالمشاريع الصغيرة، مو بس بحلب بس كمان بالشام وبحمص. هالعائلات في منهم كان عندهم مشاريع خسروها بالحرب، وفي منهم ما قدروا يفتحوا مشروع جديد نتيجة إنه الحرب دمرت لهم أحلامهم. وأكيد ما فينا ننسى العائلات المتروكة اللي ما عندهم حدا يعيلهم أو يوقف جنبهم. لهالفئة انخلق مشروع الفاميلي تو فاميلي اللي هو عم يقدم ظرف مصاري بشكل شهري لأكثر من 6,000 عائلة، من ضمنهم حوالي 1,600 عائلة مسنة ما عندهم حدا، بالإضافة ل 3,000 امرأة هي اللي عم تعيل عائلتها. وما ننسى 800 عائلة نزحوا بسبب ظروف الحرب. أما الشباب اللي بسبب الحرب صارت أحلامهم صعبة التحقيق، كنا جنبهم ببرنامجي ستادي زون اللي هو عبارة عن مكان للطالب اللي رايد يدرس بجو فيه كل الأشياء اللي بتساعده، من كهرباء لتدفئة وإنترنت. هالأشياء اللي فقدناها ببيوتنا قدر ستادي زون يأمنها للطالب. حالياً عنا 10 مراكز بسوريا بمحافظات مختلفة، كل مركز عم بيستقبل حوالي 1500 طالب يومياً. أما مشروع الديسك فهو تصمم للشباب اللي تخرجوا بس ما عم يلاقوا فرصة العمل مناسبة لهم. الديسك بيساعدهم يبنوا قدراتهم من إنجليزي لICDL مهارات ليندمجوا بمجال العمل بشكل أفضل. اليوم من أصل 390 شاب وصبية دخلوا على مراكز الديسك، حوالي 100 شخص منهم قدر يتوظف بمكان مناسب لإله. بالإضافة لكل هذا في عنا برامج تعليمية للأطفال لنساعدهم ينموا فكرهم ويتطوروا ليفكروا برات الصندوق. الهوب سنتر اللي بلش بشخصين حالياً بضم 130 شاب وصبية من محافظات مختلفة من سوريا، عندهم إيمان إنه الخدمة اللي عم يقدموها رح تترك أثر، ونحن مستمرين برسالتنا لنحافظ على وجودنا ومستقبلنا بهالبلد. رح أحكي لكم شوي عن فكرة نشأة هيدا المركز. بالحقيقة بعد ما مرق علينا فترة كتير قاسية من الحرب، 10 سنين من التعب، من الهم، من التحديات، من الألم، من القلق والخوف، كنا مرة عم نسمع محاضرة رائعة بتقول الشفاء عن طريق الموسيقى.
فأخذنا هالفكرة وتبنيناها وقلنا إيه ليش لا ما تكون واحدة من رسالتنا، رسالة تربوية التثقيفية العلاجية، فليش ما بيكون شفائنا عن طريق الموسيقى، عن طريق الرسم، عن طريق الغناء، نعبر عن كل شيء جواتنا. فهدف مركزنا الرئيسي والأساسي هو الشفاء عن طريق أنه منتعلم بالآلات الموسيقية. في عنا 5 آلات موسيقية وفي عنا قسم كتير كبير هو للرسم، وطبعاً بالإضافة للكورال اللي عدده 80 شخص شاب وصبية. بشتغل أنا على 3 محاور على صعيد الرسالة. أول محور هو مركز الأمل اللي بتساعدني فيه مدام رولا حنون وأستاذ نصيف شاهين. نحن قلنا من 2019 ما وقفنا، عملنا تقريباً أكثر من 40 دورة. هدفنا الشبيبة، هذا لا يعني أنه نحن ما منستهدف النساء وما منستهدف الرجال، بس ولكن كورسات هيك شوي قليلة، بس ولكن نحن هدفنا هو كيف أربي أو مو أربي، كيف أساعد وكيف أخدم الكنيسة عن طريق إعداد قائد خادم صحيح وناجح في خدمة الكنيسة. هذا هدفنا بمركز الأمل. نحن كمان بمركز الأمل في عنا دعم نفسي، مرشدة نفسية بتكون معنا دايماً على الخط. إذا حسينا أنه في حدا بيحب يحكي، في أنا موجودة، في مدام رولا موجودة، في أستاذ نصيف موجود، بس ولكن أحياناً بتعرفي مع هالظروف شوي صعبة، فأحياناً منضطر أنه يكون معنا حدا نفسي. فكرمال هيك نحن معنا الآن سريم السعد، هي اللي بترافق نفسياً الأشخاص اللي هن عن جد بحاجة واللي بيطلبوا منا أنه نحن بحاجة نحكي حدا، فكل الشق الروحي نحن موجودين. أنا بالنهاية بحب أختم مع القديس بولس وقت بيقلنا بالشكر تدوم النعم. أنا بشكر الله على رهبانتي عائلتي، بالرغم من أنه عددنا صغير بس ولكن نحن الخميرة بقلب العجين. مطرح ما منروح منترك بصمة كتير حلوة أنا وخياتي. نحن هون ساكنين بالبتراكية الروم الكاثوليك، عنا فويه بيت طالبات الجامعيات، بيضم هذا البيت حوالي 50 بنت من كل المناطق بسوريا. نحن بما أنه المكان كبير كمان ما منوقف أنه بس عنا هذا السكن وخلص، في طلاب ما عندهم بيوت يدرسوا، كمان نستقبلهم ليدرسوا ويعملوا دروس خصوصي تحت عنا قاعة كبيرة. عملنا إغاثة بالميلاد وزعناها على كل أنحاء سوريا تقريبا، من حلب لحمص لكل المناطق بسوريا، وكانت هاي توزيعة كتير كبيرة. وعنا إغاثة غذائية عنا، وهلأ من فترة حدا سمع عنا أنه نحن عم نوزع، يعني منوزع لتوزيع التياب، بعت لنا، ما بنعرف في أشخاص ما بنعرفهم يعني بس بيبعتوا لنا. كانت توزيعة كمان كتير كبيرة، وزعنا بمعلولة والباقي نزلناهن إلى دمشق. هو عبارة عن حذاء وجاكيت مطري أو جاكيت شتوي. أنا بحب أتشكر كل المنظمات يلي هي عندها ثقة فينا كجيزس أند ميري، لأنه هن بيعرفوا أنه نحن حقيقة للخدمة، مو نحن بس نترأس الأشياء، نحن جينا لنخدم الشعب، لأنه شعبنا حقيقة كتير بحاجة لضحكة، لابتسامة، مو بس لشي ياخدوه ويمشوا، بحاجة أنه نكون مثل صالح، وإذا اطلعوا فينا يقولوا حقيقة هدول تلاميذ يسوع. أحد المشاريع كانت ورشات خياطة، قدرنا نشغل يد عاملة بقرية اسمها معلولة، وهيدي فرصة كانت للعالم بعد ما رجعت من الحرب
بتقدر تلاقي فرص عمل. وبنفس الضيعة معلولة هلا عم نرمم البيوت يلي ضربت عنا، رممنا 55 بيت وهلا عم نرمم 60 بيت حتى قدر الإمكان نقدر نساعد العيال لترجع وتسكن بالضيعة. عدة مشاريع عم نقوم فيها بعدة ضيع ومحافظات. هلأ عنا توزيعة 5000 عائلة لكل المحافظات بسوريا للمسيحيين بالتعاون مع المطارنة والكهنة، كهنة الرعاية. بؤمن بالزمن اللي عم نعيشه، زمن القيامة، ما رح نوصل بس للجلجلة أو للقبر، لكن رح يكون في قيامة، وهالقيامة هي تخلينا نقوم من واقعنا المؤلم اللي بيوشع نعيش بنور الله بسلام الله. إن شاء الله أنا بصلي حتى هالزمن يكون زمن مبارك، زمن مليان نعمة، مليان قوة. القبر الفارغ هو عبارة عن مرحلة منعيشه حتى نلتقي مع القائم. مهما طال الزمن رح تكون حياتنا حياة مسيرة مع القائم.